الأستاذ شرف الروقي من صحيفة المواطن يسأل: ما مدى صحة معلومة أن التحاليل المخبرية تبين سبب انتقال فيروس كورونا للمصاب، حيث تظهر النتائج للتحاليل أن السبب هي المخالطة أو بملامسة الأسطح أو غيرهما؟ طبعا اللي يساهم في معرفة طريقة وبائية المرض ومن أين انتقل من واحد إلى آخر والمكان أو التوقيت والوسيلة اللي تم فيها الانتقال هو الاستقصاء الوبائي أو التقصي الوبائي وليس الفحص المخبري. الفحص المخبري سيعطينا إذا الفيروس موجود في الإنسان، في بعض الفحوص المناعية ممكن تعطينا إذا هنالك مناعة تكونت عند الإنسان، ولكن لا تعطينا التفاصيل هذه كلها. هذا التاريخ المرضي والاستقصاء والسؤال، والخبراء لما يدخلوا يعرفوا خالط من وجلس مع من وأين ومتى وكيف حصل فرصة الانتقال، وليس للفحص المخبري دور في ذلك. شكراً.